اتفضل. شكرا. تفضل. يعطيك العافيه استاذ. اهلا استاذ، الله يعافيك. بدي اسالك سؤال اذا بتريد. تفضل، نحن بالخدمه. انا حاجز برحله بحريه على اليونان ومضوع بطاقه الحجز، ف يعني شو ممكن اعمل بيك حالي؟ حاجز من عندنا من هون المكتب؟ طبعا. بسيطه. وبأنو تاريخ حاجز حضرتك؟ ب22 الشهر، يعني بعد بكره. فهمت عليك، يعني على الباخره ستافروس بابا بودولوس. شلون؟ والله ما بعرف شو اسم الباخره. طيب لحظه اذا بتريد. اسم الكريم؟ عاصم البرازي. عاصم البرازي؟ نعم. عاصم البرازي، عاصم البرازي، عاصم البرازي. ايوه صحيح، اسمك موجود. طيب بدي اسالك سؤال، هلا بهيك حالي بدي ادفع حق البطاقه مره ثانيه ولا؟ لا لا لا، ما في زوم، رح نعطيك بدل عن ضائع. اذا في غرامه ماليه بدفعها، لانه انتم ما لكم ذنب الحق علي انا. ولا يهمك استاذ، باعتبار البطاقه اسميه فما في ضرر اطلاقا. يا سيدي كتر خيركم. من بعد اذنك، بس لحظه على بين ما نهيئ لك التذكره. شكرا كثير. الو مدموزيل عفراء، لو سمحتي اقطعي لنا بطاقه باسم عاصم البرازي وسجليها بدل عن ضايع اذا بتريدي. شكرا. بونجو. هاو دو يو دو؟ فيري نايس. كيف حالك؟ ماشي الحال. مور استاذ. ما الامر الا لصاحب الامر. الحقيقه انا قاطع تذكره بحريه لليونان على متن الباخره ستافروس بابا بودولوس، وجاي ثبت الحجز اذا ممكن. ايه طيب تفضل ارتاح اذا بتريد على بين ما نخلص الاستاذ. ميرسي كثير. قديش بدت الرحله؟ 15 يوم بس، رحله العمر. ان شاء الله حلوه ومسليه و... حلوه جدا، رائعه، تحفه، روعه، ماجنيفيسنت، مارفلس. يعني باختصار رح تضل تحكي فيها طول عمرك. يا سيدي خليه يعد ومد على اصابعه. الخدمه ممتازه، الاقامه بفندق 5 نجوم، لانه الواحد طالع ينبسط، مو طالع يتعتر، مو سيران كلاب هاد، لا سيران حضاري. بعدين البرنامج منظم، المواعيد دقيقه، التسليه متوفره. بقى شو بدك احسن من هيك؟ شو بدك؟ انا والله هذا اللي سمعته. كل اللي سمعته صحيح. لا وهذا كله كوم، والاكل كوم ثاني. فعلا هو نحن مثل ما يا سيدي اضرب بعقلك وحسوب. الفطور انتر كونتيننتال مع بيض مقلي او مخفوق اومليت او جريلد تشيز مع الكاتشب اذا حبيت، والغدا ماكولات بحريه منوعه، استاكوزا، جابور، ريدز، جمبري، روبيان، شريمز، والعشاء سمك هامور بالمايونيز، بيرخر موزلي مع الفريز، تشيكن مدراس، شاتو بريان على وشه خرطه اناناس. يعني على ضرسك رح تطحن شتى الالوان، وصدقني رح ترجع من هالرحله مورد الوجه وسمنان ومعتك متوسعه وفجعان. عفوا يا اخ، سبق ورحت حضرتك مع مكتبنا بشي رحله؟ مع مكتبكم؟ لا، بس أنا ما في مكتب بالبلد ما بيعرفني. لك يا خيو، أنا روح قلبي الأسفار، يعني ما خليت بلد بهالعالم إلا ودرته، ابتداء برمال الصحاري وانتهاء بما وراء البحاري. إجيت على الوزن. لكان شو عرفك بخدمات مكتبنا؟ قالوا لي، مو شيت إنه ما حدا قال لي، ولهالسبب إجيت ركيت وقطعت تذكرة من مكتبكم. ون وين تكيت؟ قالوا نعم. أهلين أستاذ ناصح. إيه شو هالحكي؟ إيه بس هيك مو حلوة، مشان سمعت المكتب. وأنا هلأ كنت عم ثبت الحجوزات عندي هون. إيه إيه طيب، بأنو فندق؟ كم غرفة بس؟ لا يا أستاذ، لا لا أبدا، مو معقول. أنا عندي هلأ هون ركاب ضعف هالعدد هاد. طيب طيب ماشي ماشي، مع السلامة. عفوا يا أساتذة، على ما يبدو الرحلة رح تتأخر يوم أو يومين. شو الحكي؟ شيت. يبدو أنه في عطل فني بسيط، والفنيين عم يحاولوا يعالجوه بأقصى سرعة. إيه يعني شو؟ معلش يا جماعة تعذرونا، نحن منحاول نعوض التأخير إن شاء الله. على كل حال نحن رح نستضيفكم بفندق مناسب على بين ما يتم تصليح الباخرة. عجب، ليش ما منروح بالباخرة بلاكا بابندريو؟ بلاكا بابندريو بقبرص، مو موجودة هون. طيب هاتوا الباخرة اسكامونتو، صحيح صغيرة شوي اسكامونتو، بس تفي بالغرض. اسكامونتو بالصيانة. بس أنا لازم أبحر بهاليومين، واعي جماعة بأثينا بالأكروبوليس، مو حلوة ينطروني على الفاضي، هجنة، هجنة كثير. شو طالع بإيدنا يا أستاذ؟ مثل ما لك شايف، ظرف طارئ. كل شيء حسب نحسابه إلا هالشغلة.
عجبك على هالورطة يا أستاذ؟ الجماعة عم ينطروني. هو صحيح زملوا من انتظاري بالأكروبوليس بيروحوا لمالمو بوليتانا أو غليفادا، بس كل هالشي لأنه عندهم أمل أني أصل بين لحظة وأختها. ومعلومكم أن تأتي متأخراً خير من أن لا تجيء أبداً. وهالكلام كمان قالوه بالآداب الأجنبية، ها؟ يعني coming late better than never come. وهالمقولة هي عبارة عن English proverb، مدري لتشيلي مدري لكيتس أو ويليام ووردسورث، لسه أدري. شوف التداخل بين آداب الشعوب، شوف الكل بيلطش من بعضه. طيب أستاذ عاصم، أستاذ عاصم. نعم. تذكرتك جاهزة عند السكرتيرة. ايه طيب أنا بستأذن. لحظة استاذ عاصم، اسمعنا رايك. والله يا استاذ يبدو انه ما باليد حيله. استاذ عاصم معه حق، ما فائده من كل هالحكي، يعني صار امر واقع، فاللي بيحب ينسحب من هالرحله ما في مشكله. انا بالنسبه لي ما راح انسحب، وانا امري لله. بشوف جماعتي بالكوزموبوليتانا. وين؟ نعم. معلش انا عندي اقتراح. باعتبار صرتوا بتعرفوا بعضكم، شو رايكم احجز لكم بنفس الغرفه بالاوتيل؟ ليش ما في غرفه مستقله استاذ؟ للاسف يا استاذ ما في غرف كافيه، نحن مضطرين نستضيف كل اثنين بغرفة. لا استاذ، المشكلة انه انا ما بحب ازعج حدا. انا عن نفسي ما في عندي مانع ابدا، بالعكس انا رجل اجتماعي من الدرجة الاولى. وصدقني صدقني راح تنبسط معي كثير، راح ينبسط معي لانه روح قلبي مخالطة الناس، بتعبعب فيهم اينما كانوا، وبحب المنادمة. ومثل ما بيقولوا رب صدفة خير من الف ميعاد، وبيقولوا كمان الرفيق قبل الطريق، يعني تشوز يور فيلو وايت نيجرو اور يلو. وانا متاكد انك راح تصر على متابعة الرحلة معي. اوكي استاذ، اوكي. الاسم الكريم عون الناكش. مرحبا رفيق. الو مدموزيل عفراء، اعطيني الاوتيل. تفضل. شكرا. مرحبا زميل الغرفة. تفضل استاذ. شكرا. انتو حاطين لي 4-5 تعليق بالخزانة، انا اوعي كتار، ما بتوفي معي هيك، بدي 4-5 تانيات اذا بتريد. حاضر استاذ. وكمان حاطين لي مخدة واطية، انا بشعر بالليل اذا نمت على مخدة واطية كأني نايم على الوسادة الخالية. لا بصير راسي اوطى من حنجرتي بعدين. حاضر استاذ. لا تنسى. حاضر. يرضى عليك، الله معك، مع السلامة. حاضر استاذ. In Latakia we come here, ya ya ye. In Latakia we come here, ya ya ye. In Latakia we came here, ya ya ye. جربوا استاذ عاصم، جربوا بنفسك، مناظر حلوة، تاخذ العقل، تحفي. In Latakia we came here, ya ya ye. عجبتك غرفتنا استاذ عاصم؟ ايه حلوة ناعمة ماشي حالها.
فعلا نعمة. هو صحيح صغيرة شوي، بس يا أخي أنا بحب كل شيء صغير، ما بعرف هيك كل شيء صغير بحسه كربوج. مثلا شوف هالراديو هاد، ما أصغره؟ صغير مو هيك؟ ايه صحيح صغير، بس فعله كبير، فعله كبير كثير وصوته قوي جدا. ها بجيب 14 محطة اف ام وفي له 7 موجات قصار وطوال. جربه استاذ عاصم بنفسك، جربه. الديسيبل تبعه عالي جدا والميجا هيرتز هاي سنسيتيفيتي. جربه. سادة استاذ عوني، سادة، ما في لزوم. ان لا تاكيا وي كم هير يا يا يا، ان لا تاكيا وي كم هير يا يا يا. عاصم، وشوف هالمنبه ما ادقه وانعمه. هو انا هيك عادتي بكل سفراتي، باخذ المنبه تبعي، ما بحب الروم سيرفيس يفيقوني. لشو عاصم؟ فعلا معك حق. وشوف آلة هالحلاقه شو بورتاتيف على البطاريه. ها هي هدانيها سفير الهند بكراتشي، هي قال فيها احمد شوقي امير شعراء، لانه بتعرف احمد شوقي كل ما طلع اختراع بينظم فيه قصيده معروفه. نظم على الباخره، على السفينه، على القارب، على القطار، على البسكليت، على الخلاط، على موزين الشعر. وانا تاسيسا على هالاسلوب قلت: وآلة تحلق الذقن بها مره تصبح امردة والنسوان تعشقك. جربها، جربها بنفسك استاذ. لا معلش معلش استاذ عوني، انا حابب انزل اتمشى شوي لانه نفسي ضاق بالاذن منك. بدك تهرب مني ما هي؟ بدك تهرب مني ومن كلامي اللي بلا طعمه؟ اطلع اطلع، ما بيهمني انا هلا بلحقك، بس لشم شويه هوا نقي ورتب اغراضي بعدين. كسمي يا ناظر، كسمي يا ناظر، كسمي يا ناظر، كيس. هولد مي يا ناظر، هولد مي يا ناظر، دونت يو واست ذا نايت لايك ذيس. لا 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 لا. اهلا وسهلا. اهلين. يا ترى ما في اخبار عن الباخره؟ بلا، عم بيقولوا بكره ان شاء الله بتكون جاهزه. عظيم عظيم. عفوا انا ما عرفتك على نفسي، انا نور الدين ابو طاره، رجل اعمال. اهلا وسهلا فيك. اهلين. اهلين وسهلا مدامتي نسرين. اهلين مدام. ميرسي. انا عاصم البرازي، مهندس الكتروني. كمان تشرفنا. بس كانوا الظاهر ما معك حدا، شايفك لحالك. شلون لحاله؟ شلون لحاله؟ وين رحنا نحن يا استاذ عاصم؟ نسيت اعرفكم، المسيو عوني الناكش زميلي بالغرفة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. شرفنا. شرفنا. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. مدامتي. يا ميت مرحبا. هو الحقيقة السفر بدون صحبة ممل وقاتل. يسلم فمك وحيي أصلك. ممل تماما، لأنه المسافر بيضجر، بيضجر لحاله. خود الداعي مثلا، صحيح أنا بسافر لحالي لأني عزابي وأمري من راسي، بس بعد ساعة من ركوبي واسطة النقل بصيروا الركاب كلياتهم أصحابي بما فيهم الشوفير أو الكابتن أو القبطان. حلو حلو كتير، يعني حضرتك معشراني كتير كتير مو شوي. ولو ما كنت هيك بتصير المسألة complicated case، يعني باللاتيني كازريس كمبليكانيس، وبالتالي بتعقد وبطوش حجري. يعني ما أحلاني قاعد بالغرفة وعم بصفون، أو واقف على سطح الباخرة وعم بتأمل مويجات البحر بشكل رومانسي، وأفكار عم تاخدني وأفكار عم تجيبني مثل المسودنين. اتصوروا. عفوا عرفتكم بنفسي وما تعرفت بحضرتكم. نور الدين أبو طارة،
رجل أعمال ومدامتي نسرين. والسبعة نعم تشرفنا. بعدين لقلكم يا جماعة السفر ممتع جدا ولذيذ جدا. مو هيك مدام؟ طبعا بجدد الحياة. بجدد الحياة وبيحيي الآمال وبيغسل الهموم التي في الصدور. سافر ففي الأسفار خمس فوائدي: تفريج هم واكتساب فضائلي. على كل حال يمكن صار وقت الغداء، بتريدوا تتغدوا؟ نحن أنا مالي جوعان، نكست تايم. إذا نحن سابقيكم، بس إذا ما عندكم مانع أنا عزمكم الليلة على العشاء وعلى طاولتي، بقى شو رأيكم؟ والله why not with pleasure, we appreciate that عاليا indeed مدام. إذا نلتقي. نلتقي. أورفوار. أورفوار. يتهنى يتهنى على هالجمال الأخاز، على هالتحفة الفنية المترقبة، صاروخ لغم قنبلة موقوتة. هو صحيح جماله من النوع الساذج بس يتهنى. بونجور. بونجور مسيو عوني. اهلا اهلا. متر مرحبا. اهلين. شو بتحبوا تتغدوا اليوم استاذ؟ بالنسبة إلي جيب لي برخر مزلي مع سلطة المفعول البحري. يعني سلطة الموسم. مثل ما بتريد. وبالنسبة للغداء، بالنسبة للطبق الثاني، في طبق ثاني لأنه جيب لي رز بالكاري مع خبز رقائق الذرة البيضاء وايت كورن. على عيني وراسي. طيب والشوربة؟ سوب الملفوف. والشاي؟ وذ مينت بليز. حاضر. والأستاذ شو بيفضل؟ مثلي مثلي. خذ مثلي عاصم ما بتندم. ماشي، جيب لي نفس طلب السيد عوني. على عيني، بتأمر أمر. بتعرف هالست يلي ما رأيت؟ لا طبعاً. إيه أنا بعرفها. بتعرفها بتعرفها يعني؟ ولا بعمري شفتها، بس من مشيتها باين خاطرها مكسور وخطيبة فاسخ الخطبة والله أعلم. يعني وجاي تعمل رحلة بحرية على متن الباخرة ستافروس بابا بطولوس حتى تنسى همومها. شلون صارت هي؟ ما فهمت. وحدة لا بتعرفها ولا بتعرفك، شلون لحقت تعرف كل شيء عنا؟ إذا ما لك مصدقني قوم اسألها. لا بدي لا اسألها ولا تسألني. اون شانج لا ديسكسيون. شايف هالرجال المقدر يلي قاعد هنيك؟ هنيك هنيك بالصدر. شو بو الثاني؟ يا سيدي هذا إذا ما خانتني الذاكرة كان عنده محل كلف نسوانية وتخريج وزرار وتنتنة بسوق. تفضل يا ست. وكان عنده مصاري ما بتاكل النيران، حب وحدة فوق مرته. دفعته الخمير ونكتته الفطير وبددت له ثروته كلها. لا تطلع فيني هيك عاصم، قوم اسأله إذا بتريد. شو؟ ما فتحت معك الشدة؟ سكرت. حظي وبعرفه. على شو كنتي ضامرة؟ صراحة كنت عم بقول يا ترى رح تغيب شهر مثل ما قلت لي بسفرتك الجاي. يا ستي أنا رح أحكي لك بصراحة وبلا لك قصة التفصيل كلها. قول قديش رح تغيب؟ بصراحة نسرين؟ إيه بصراحة. ما بتزعلي؟ ما بزعل. ست شهور. ست شهور؟ إيه نعم. فرت سحبة؟ إيه شو مفكرة أنتِ؟ أي سفرة على سيول مو على إيطاليا أو فرنسا. بعدين بيني وبينك بدي اشتري آلات نسيج بمواصفات خاصة بناء على تصميم شخصي من عندي أنا. يعني يا دوبني بها ست شهور، انطرها لتخلص، جربها، اشحنها قدامي مشان لحتى اطمن عليها. بعدين بيني وبينك بجوز تاخذ لها شهرين زيادة كمان، يعني على هوا التسهيل. نور الدين، أنت صاير عم بتطول بسفرك كثير. المرة الماضية غبت تسعة شهور. شو بدي ساوي حبيبتي؟ شو بدي ساوي؟ هيك حياة رجل الأعمال. كنت بدي أسس مصنع بفرنسا وفشلت. طيب ممكن أسألك سؤال؟ بس لا تزعل أنت الثاني. ما بزعل حبيبتي ما بزعل. ليش على مصانعك وشغلك بتصرف بقرة جحي، ولما أنا بيكون عاجبني شغلة بتكمش إيدك عنا؟ معلش نسرين، هالأمور هي ما بينحكى فيها ونحن بهيك رحلة. نحن طالعين ننبسط، ما هيك حبيبتي؟ قولتك، خليني رايقة، بلا ما عكر مزاجي. لك وين أنت قاعدين؟ تعبت بدي روح نام. وأنا كمان. ايه مسيو عوني، لا تنسوا نحن اليوم المساء بانتظاركم. دعوة كريمة من أخ كريم. أورفوار. أهلين. الله معك، مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة يا مدام. شو هالتحفة الأخازي هاي؟
تحفة متحركة، فينوس مترقلة، يتهنى فيها يا عمي. Como si fuera esta noche la última. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última. Bésame, bésame mucho. Lay 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 la lay 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 la lay 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 lay. Another kiss me, another kiss me, another kiss. Hold me another, hold me another. Don't do us tonight like this. La 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 la. Hold me another, hold me another, don't do us tonight like this. La 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 la. Kiss me another, kiss me another, kiss me another kiss. شو عم تقرا؟ هلا وقت القراية؟ عم سلي حالي بأوقات الفراغ، عم بقرا كتاب لجبران خليل جبران. إيه بلا جبران برام بران. أنا يلي بيعجبني من الأدباء جابرييل غارسيا ماركيز، وخاصة بمئة عام من العزلة، وحنمينة خاصة بالشراع والعاصفة. أما هدول يلي بلملموا أقوال وبيعصروا مخهم مشان يطالعوا حكمة وموعظة، فمالي صحبة معهم منوب، بكره أساليبهم، أساليب مدرسية بحتة. هلا خلصني استاذ عوني، جماعه بيستنونا، تفضل. يلا ها انا جاهز. اتعطر سيد عاصم، هذا عطر فونتانا، بمجرد ما تشم الانثى ما بتعشق سوانا. ليلى 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 ليلى. بونسوار. بونسوار بونسوار مسي عوني. اهلا وسهلا. بونسوار مدام، مساء الخير. اهلا استاذ عاصم، مساء الخير. اهلا وسهلا. اسفين تاخرنا شوي. مو يا سيدي، شو هالشغله؟ الليل بيطولوا قدامنا بقى، لشو الابولوجايز؟ شو هن عم ينطروا بالشارع؟ يا استاذ عاصم لا، يعني هو من الضروري انه لا 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 لحظه 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 يا جماعه، يبدو لي انه هالعضاضه مايله. يو شلون مايله؟ الله وكيلكم مايله. انا من تطليعه واحده عرفتها.
يا جماعة أنا نسيت أخبركم إنه المسيو عوني خبير بكل شيء، ولهالسبب أنا سميته الرجل الذي يعرف كل شيء. الرجل الذي يعرف كل شيء، حلوة التسمية يا أستاذ عاصم، حلوة جدا، يعني ذا مان هو نوز فيري ماتش، ذا مان هو نوز سو ماتش. على فكرة هذا فيلم لجيمس ستيوارت وكيم نوفال، أنا حضرته بيطير العقل، بيمزع ضبنات العقل. على كل حال أنا مستعد برهن لكم على كلامي على الحارك ميت. مور مسيو طلب صغير سبيشال ريكويست. هي هالعضاضة اللي هون مايلة ولا مو مايلة؟ فعلا مايلة سنتي ونص، بس ما فيها أي خطر أبدا. يعطيك العافية، الله معك، مع السلامة. قالكوا كلامي، وبكرة إذا طلعنا على سطح الباخرة رح قلكن إذا كانت مايلة ولا لا. ما شاء الله حولك، كيف نكشتها؟ نكشتها؟ وبصراحة أنا بسافر كتير وبلاحظ كتير. مثلا كنت مرة على متن باخرة طليانية فسمعت بهالليل خربشة غير طبيعية، فاستدعيت القبطان وقلت له بالطلياني: فور كارتو دوبيني كولا لبير دا سانتيوني برونتياني كونترا براليرا انترفيفورني خورنا كوبارتو ليفيسيانو بقنيني تليفوناتو. قام قال لي: مزبوط كلامك صحيح. ليش شو قلت له؟ قلت له: عندكم فيران بغرفة المحركات وعم تقطع أسلاك الهاتف بالليل، وفعلا عملوا حملة شعواء على الفيران وخلصوا الباخرة من أزاها. إيه بس البواخر عادة ما بتمشي فرسخ واحد إذا كان على ظهرها حيوان قارد واحد. إيه بتمشي أستاذ نور الدين بتمشي، هالكلام اللي عم تقوله كلام جرايد، وياما بضاعة أكلت الفيران مثل القمح والحمص. إيه بس القوارض ما بتاكل حبوب. لا 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 لا، بتاكل الحلفة إذا اضطريت. بيجوز يصير هالشي ببواخر الشحن. أبدا، الفيران ما بتفرق معها لا شحن ولا محن، وين في أكل بتركه تركيد لتاكله. يا جماعة أنا اللي مستغربه شي واحد بس. شو هو؟ معلوماتك شبه دقيقة، اللي مستغربه أنا أنه أنت من وين جمعت هالمعلومات كلها هي؟ مو شغلة عجيبة دخيلك، كل رجل هوايته السفر بيكتسب معلومات. أبداً مسيو نور الدين، أبداً مو صحيح. عندي زميل بيسافر قدم مني على 10 مرات ولجميع أنحاء العالم، بس النكتة بيروح حمار بيرجع حمار وما اكتسب شيء. بالعكس كل ما بيروح سفرة بيرجع مسروق، يا بيسرقوا له مصاريب الباخرة يا بالطيارة يا بغرفة الأوتيل، وما كان يتعلم أو يكتسب خبرة. طيب شو ذنبه إذا كان حظه سيء ولا الحرامية كتار؟ أبداً مو قلة حظ يا مدام، هي قلة عقل. يعني بالنسبة إلي أنا شلون بدي أقول لك، يعني if you were a reasonable person, don't put your eggs in one basket. شو يعني نور الدين؟ يعني العاقل ما بيحط بيضاته بسلة وحدة. يعني هو بيقصد إنه لحتى ما ينكسروا كلهم دفعة واحدة. إيه طبعاً، وهالمثل الإنجليزي بيعجبني كتير، لأنه بينطبق مو بس على المصاري، بينطبق على كل شيء، حتى على السياسة والاقتصاد والمعارك الحربية. هلأ أنا بيعجبني مثلاً البطل العربي خالد ابن الوليد يلي قسم جيشه لكراديس كراديس، وكل ما تفشل عنده خطة بيطالع الثاني. مو خالد ابن الوليد انت السادق، هذا عقبة ابن نافع. هلأ لا تجادلني، خالد ابن الوليد. We're getting so naked and no strama good per vestì a puta fine pare me de te a fa malo me porto fin we're getting so naked and no strama good per vestì a puta fine pare me de te. يا مدام ما رح تفتح معك شدة، لأنه تحت العشرة الديناري في 10 سباتي، إجباري بدها تسكر، حطي الديناري هون. متر. نعم أستاذ. نزلنا العشرة لو سمحت. حاضر. عفوا، في شي طلب خاص بتفضله بس يعوني؟ إي نعم. جيب لي مسلوخ صحن المحار مع سلطة الموجامبير. على عيني. حاضر. بس ما تطلع لك شي لولية بالمحار. يا ريت، من تمك لباب السما، بس منين يا حسرة؟ هلا اللولو كل ماله عم يقله، صاير اللولو الطبيعي نادر كتير وغالي. إيه ما حذرت مسيو عوني، القالق مو نادرة أبداً.
لأنه اليابانيين صاروا يربوا اللولو الصناعي بالمحارات والأصداف الصناعية وعلى أفهم نشيل. لا 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 أبداً، هي اسمها سخافات. شلون سخافات؟ بالعكس هالشي اللي عم يقوله الأخ نور الدين خلى سعر اللولو الطبيعي ينخفض. لا 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 أبداً، كله خزعبلات. شلون خزعبلات بقى؟ هي حقيقة ملموسة فعلاً، ما عاد نعرف اللولو الطبيعي من الصناعي أبداً. يا أخي اليابانيين فظيعين. هالمسائل بتمرق على ناس مثل عكايتكم، مو علي أنا. وليش بقى؟ الظاهر ما لنا معبين عينك أخي. يعني العفو منك، كل الناس صارت تحتار بين اللولو الطبيعي واللولو الصناعي. صحيح، في مرة أنا هلا بلا حكي. إذا بتريدوا، إذا أنا حكيت عن تجارة اللؤلؤ فلا حدا يتدخل منوب. أها، وليش بقى مسيو عوني؟ يعني نحن ما عنا لسان يحكي؟ ما بعرف، بس لمعلوماتكم أنا تاجر لولو قديم وبشتغل حصراً بتجارة اللولو من أكثر من 30 سنة، وما في تاجر لولو بكل أقطار الأرض إلا وبيعرف من هو عوني الناكش. وبصراحة أنا مو خبير لآلة، عالمي وبس. لا، أنا حجة بهالميدان وفيصل وحكم، وسفرتي لليونان معكم عبارة عن استدعائي بشكل عاجل لتسمين صفقة لولو ضخمة من مخلفات الإمبراطورة سوريا وشاه إيران. بقى بترجاكم تلزموا حدود معرفتكم بيكون أفضل. أنا آسف بس اقتضى التنويه. بصراحة فاجأتنا مسيو عوني. بس يعني حضرتك أنت ما قلت لي إنك تاجر لولو. ما جت مناسبة بقى، ولها سبب. لا اليابان ولا غيرها بتقدر تصنع لؤلؤة واحدة وانخدع فيها. أنا ما خلق إلي رح يخدعني، انتبهوا، ما خلق أبداً. وتأكد يا مدام إنه هالعقد اللولو يلي لابستي لا اليابان ولا ملوك الجانب يقدروا ينافسوا حبة من حباته باللولو المزور تبعهم. أنا أدركت قيمة عقدك اللولو يلي لابستي من أول نظرة، وحسدتك عليه بصراحة، وقلت هاللآلة هي يلي أنضجها الزمن من خلال عشرات القرون بأغوار البحر إلى اليابان ولا أي دولة تانية بالعالم بتقدر تصنع مثلها وتنافس لؤلؤ الطبيعة الأم مهما اجتهدت ومهما حاولت. شوف يا عوني، أنا بصراحة مندهش تماماً، واللي ما بيعرفك بيجهلك، لذلك بعتذر منك أشد الاعتذار عن كل شيء قلته. مو مشكلة، قبلنا الاعتذار. وكمان للتوضيح، أنا هالعقد بالذات ما اشتريته بنفسي لهالسبب. حابب أعرف منك، يا ترى مرتي انغشت بسعره ولا لا؟ يعني قديش بحطوا له سعر؟ والله يا صاحبي هالشي بتوقف على المحل اللي اشتريته منه. يعني مثلا قديش بتحط له سعر تقريبي؟ يعني اذا اشتريته بسعر الجمله وبسعر التجار بين بعضهم انا بحط له 1,000,000 ليرة، اما اذا اشتريته بالمفرع فسعره 2,000,000، مو اقل من هيك ابدا. ليش عم تضحك؟ ليش عم بضحك؟ ايه طبعا بدي يضحك. ليش؟ لانه مرتي اشتريته قبل ما نطلع لهون على السفره بيومين، وحسيره بديش ب2200 ليرة. شو شايفني ولد صغير قدامك ولا جاي تتمسخر انت يا نور الدين؟ لا ابدا، بس ليش؟ لانه هاللولو هاد مو بس طبيعي، هاللولو من افخر الانواع كمان. طيب انا رح لحظه، اذا بتريد بتراهي مسيو عوني، انا مستعد راهنك ب100 دولار على انه العقد اللي لابسته مرتي مزيف. ما عندي مانع ابدا. شو رايك مدام؟ ما بعرف نور الدين، بجوز الجواهرجي انخدع فيه وفكره مزيف مع انه هو حقيقي. اعوذ بالله، يعني هلا انت حاطه برقبتك 2,000,000 ليرة؟ على كل حال انا راهنته على 100 دولار، وما راح اخلي الفرصه تفوتني. يعني بدي دفعه ال 100 دولار، هو عم يضحك ويلعب. طيب اوكي، مين بده يكون الحكم؟ يعني شلون بدنا نعرف انه هذا اللولو هو طبيعي ولا صناعي؟ ما فيها شيء، انتم اعطوني العقد، اذا كان مزيف انا راح اعترف بخطئي وبيمشي الحال. يعني مو محرزه اكذب مشان مبلغ تافه 100 دولار. ما فيها شيء، انا قبلت. اشلحي العقد حبيبتي، اشلحي واعطيه، انا واثق بخبرته، خليه قلبه على كيفه، لانه انا كمان متاكد انه بده يدفع ال 100 دولار وهو عم يضحك ويلعب ويعتذر مني كمان. ما بقدر اشلحه بسهوله، فكه صعب. جربي حبيبتي، جربي. صدقني مسيو عوني، انا عم بعطيك كلمه شرف، صدقني انا اشتريته ب 2,200 ليره. حاولي حبيبتي، اشلحي اعطيه.
اعطيها لك شوف. $100 بدك تدفعه ماك مجال. يلا اعطيه. فك معي؟ اعطيها لك اعطيها. تفضل. شو لقيت؟ الحقيقة أنا كنت غلطان، بعتذر. كمان نحن بنفهم أيها الخبير الأعظم. عن إذنكم أنا وجعني راسي، رايحة على غرفة نور الدين. معلش بس لا تطولي حبيبتي، ما رح نتعشى لترجعي. يا ريتنا يا ريتنا رايحة على العشاء كمان. سيد عاصم بدي اسألك شو رأيك بالسهرة؟ ملاعب الشرق معدل مقدمة محمد حمادي مروجي خولي ملاعب الشرق من يسعوني. مكتوب علي بخط نسائي وعطر نسائي جميل. مسيو عوني. ما فيها الا $100. $100؟ مسيو عوني بدي اسالك سؤال وبدك تجاوبني بكل صراحه وهلا اذا بتريد. هلا عقد اللولو تبع الست نسرين حقيقي مو هيك؟ لك يا سيد عاصم، لو كان عندي زوجة صغيرة وبهالجمال الأخاز ما كنت تركتها وسافرت كل سنة بسنتها. بس يا عوني أنا حابب أعترف لك بشغلة. تفضل. أنا أول ما عرفتك تضايقت منك ومن ادعاءاتك وبهورتك، بس هلأ كبرت بعيني كتير. انت فعلا انسان عظيم.